خبرة والحنكة والتجربة الفردية والجماعية في خبرة وتجربة اللاعبين والمدربين والعشاق والمناصرين وحتى المسيرين، لأن منافسة خاصة محاولة المرور من هناك عن طريق محمد وناجم. لذلك في كل مرة كنا نشاهد تقريبا نفس النوادي الإفريقية اللي عندها التقاليد الكروية في مثل هذه المنافسة هي اللي توصل لأدوار متقدمة وهي اللي تفوز باللقب. الكرة تبقى مغربية في الخط الخلفي، تلعب مع بدر غدارين، يغير على جهته اليمنى وبن موسى في التغطية. بن موسى يحط الكرة في الأرض، كاشا حمزاوي ضيعها مرة ثانية، تسترجع مغربية والانطلاق على جهة اليمنى. الكرة الخطيرة، محاولة المرور من نصير، نصير با 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 صعبة، كرة صعبة من نصير والعودة الموفقة من قبل محمد بن خماسة. الشيء الذي أنا متأكد منه أن فريق اتحاد الجزائر في مباراة العودة سيلعب مباراة أفضل من اليوم، حتى مهما كان أداء اليوم، لأنه أكد ذلك في المباراة اللي لعبها خارج القواعد. الركنية تنفذ بالرأس، التغطية الدفاعية من هنالك، ما زالت الكرة مغربية على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب وناجم. دخل محمد وناجم والتسديدة، صار أخطر في هذه اللحظات فريق الوداد. البيضاوي الذي وجد المساحات، وجد المتنفس واستغل هذه الظروف الصعبة اللي مر بها فريق اتحاد الجزائر، صار مستحوذ وصار ضاغط وصار يبادر وصار يغامر، وتراجع في نفس الوقت فريق اتحاد الجزائر في الدقيقة اللي مرت. 25 دقيقة لعب لحد الآن، صفر مقابل صفر دائما في النتيجة. الكرة من محمد وناجم، والله الدفاع يخرجها.